السلام عليكم. اليوم غنصايبو واحد التحليه بارده، غنحتاجو فيها كاوكاو مقلي ومهرمش، غنحتاجو فيها الكوك، غنحتاجو فيها كاس ديال الطحين رطب، جوج معالق كبار ديال الكاكاو، كاس لاروب ديال مايزينا، وكاس ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الزبده، وفانيا، ويطرط الحليب. غنشدو غنكبو فيه طرط الحليب، غنكبو فيه كاس ديال الطحين، كاس لاروب ديال النشا، سنيدة، كاس سنيدة، جوج معالق كبار ديال الكاكاو، وغنخلطو مزيان حتى يتماسك. هاو من بعد ما تخلط مزيان شفتو كي كيولي، غنحطوه جانبا ونشدو الطاوة ديالنا هكا ونفرشو النص ديالها كاوكاو، نفرشو مزيان هكا حاولوا تفرشوا مزيان كاوكاو، وشدوا النص الآخر ونفرشوا جوز الهند، هو ما يسمى بالكوك. بعد ما كنفرشوا الطاوله مزيان، هانتوما كما كتشوفوها النص ديال الكاوكاو ونص ديال الجوز الهند، غنهزوا هاد الكاسرون اللي خلطنا فيها داكشي ونديروها فوق النار ونبقاو نحركو، نبقاو نحركو هكا فوق البلاطه حتى يختار لينا، ما نحبسوش التحراك حتى نحسو بيدا كيختار. هاهو من بعد ما عقد شفتو ولا، غنزيدو ليه معلقة كبيرة د الزبدة وفانيا، هي من بعد ما اختارت زدنا الزبدة وفانيا، كنخلطو عاوتاني مزيان هاكا حتى كدوب ديك الزبدة، وغنبداو نكبو هكايا من الفوق هات هاكا. حتى كنغطيوها كامله، ها هي من بعد ما سرحتها مزيان فوق الطاوه كي كتشوفوا، كنرشوا ليها من فوق شويه ديال جوز الهند، هكا
كنديرو كاوكاو حتى هوايا تاني راه دارت جيع عاوتاني وكندخلوها للثلاجة واحد 3 ساعات ولا 4 في الفريكو حتى كتشد راسها مزيان وكنخرجوها. ناخذو كريم شونتيي ونضربوه مع ربعة ديال الحليب حتى نطلعو الكريمة. غنبقاو نضربوها حتى نطلعو الكريمة. ها الكريمة من بعد ما طلعت غنوضعها حتى هي في المجمد مع البيض. غنسمعو بشوية ديال جوز الهند. هيا من بعد ما خرجناها من الفريكو شاده راسها كما كتشوفوا هانتوما. هذا كريم شونتيي من بعد ما طلعته ونكبو فوقها. هيا من بعد ما سرحنا الكريم شونتيي من فوقها غنسرحوها عاود جوز الهند. وندخلوها عاوتاني للمجمد واحد ساعة كما كان ونعاودو نرجعو ليه. هيا من بعد ما دوزات واحد ساعتين في الفريكو على ما كاملات مهمة تشد راسها بحال هكا خرجوها من الفريكو. هنا خرجوها من الفريكو نحاولو ندورو بهاد الجوانب كاملين كيف ما كتشوفو باش دينا ساهلة نوليوها كاملين ندورو بيهم. أنا كنت درت بيهم ها هومايا كيما كتشوفو كاملين درت بيهم باش كتجينا ساهلة باش نهزوها. كنشدو موس وكنقسموها بحال هكا نقسمها على جوج نعاودو نقسموها عاوتاني على 4. هاهي من بعد ما قسمناها على 4 غنبداو نهزو في هاد الجانب وغنروليو فيه. خاصني ندوز من الليل نحاولو معاها غير بشوية. لا صغيرة باش غير هادشي نحاولو نلويوها غير بشوية حيت كتكون جامدة شوية مكتبغيش تلوي. ما بغاتش تجمع ليا وراني قسمتها عاود تقسمتها على 8 باش تبغي تجمع ليكم تشوفوا حتى نتوما العبار اللي عايد تجمع ليكم فيه. وكنبقاو نلويو هكا نزيرو يدينا غير نلويو
نحطوه هنا. هذا الشكل النهائي ديال التحلية كيجي رائع في المنظر وحتى في المذاق. كيجي على جوج انواع، واحدة كتجي نص بالكاوكاو ونص بالكوك كيف ما كتشوف. هذيك الساعة نتوما عندكم حرية ديال الاختيار ديال التزيين، وبصحة وراحة.